بمنافسة مع 249 مدرسة من جميع أنحاء العالم، ثلاث مدارس من محافظة اللاذقية تكرم بشهادة التميز لمشروع العمل المناخي من قبل شركة أبطال المناخ العالمية لأضخم درس تفاعلي عالمي. كان في كثير أعمال جيدة لطلابنا بهذا المجال، بدءا من وضع حلول للتخلص من مشكلة انبعاث الغازات، خصوصا انه هلا حاليا كل دول العالم عم تعاني من هاي المشكله، التغيرات المناخيه الحاصله، ثقب الاوزون، انبعاثات الكربون. فكان اعمال طلابنا واضحه وصريحه كيف نحن ممكن نساهم بحل هاي المشكله. طبعا هاي الاعمال تنوعت بين اعمال تفاعليه، مهارات تواصل بما يخص حل هاي المشكلات. بصراحه نحن فخورين بالشيء اللي قدموه اولادنا، وان شاء الله نكون عم نقدم حلول للحد من هي المشكلة اللي متعاني منها كل دول العالم. هذا العام طالباتنا بشعبة التعلم المتمازج كان لهم مشاركة بأضخم درس تفاعلي عالمي حول التغيرات المناخية. هو مشروع تعليمي أطلقته اليونسكو من 4 سنوات، بتم فيه مشاركة بشكل سنوي. مشاركتنا بهذا الموضوع بتعزز طبعا روح التعاون عند الطلاب ومهارات التواصل واستخدام التكنولوجيا، وبتصب أيضا بإطار التعلم الوجداني. بتبدا المشاركه بالتقدم باستماره الكترونيه اونلاين على منصه المشروع ثم اضافه الطلاب، وبنحصل على منهاج بيوجهنا للعمل ضمن 6 اسابيع ليقوموا الطلاب بالبحث عن مواضيع محدده وتنظيمها بعروض تفاعليه ويعبروا عن نشاطاتهم بفيديوهات تعليميه بتم تحميلها كل اسبوع حتى نهايه المشروع. المبادره كانت هي على فتره 6 اسابيع، في الاسبوع الاول كان التعريف بظاهره تغير المناخ واسباب هذه الظاهره، السلوك الانساني ادى الى هذه الظاهره، وفي الاسبوع الرابع طرق علاج هذه الظاهره، طبعا الاسبوع السادس والاخير كان عندنا هو ويبينار عالمي تم فيه استضافه مجموعه من المتكلمين المتحدثين في الحدث المباشر للتحدث عن هذا المشروع، وتم الاعلان عن فوز 250 مدرسه على مستوى العالم. كان حزن سوريا الفوز بثلاث مدارس على مستوى العالم التي تدرس اهداف التنميه المستدامه وضمنها العمل مع المناخ، الهدف 13 في اهداف التنميه المستدامه. المسابقه التي انطلقت في تشرين الاول والتي تستمر لمده 6 اسابيع تعنى بنشر التوعية عن هذا التغير المناخي. اخترنا أنه نحس بالمشكلة اللي هي التلوث البيئي اللي كان عم يصير، وطبعا قررنا أنه نعبر عنها بهذا الحدث اللي شاركنا فيه واللي كان بيتكون من عدة فقرات وسكتش مسرحي. كل الفقرات كانت بتحكي عن تلوث البيئة بشكل عام، بس خصصنا تمام تلوث البيئة البحرية لأنه نحن عايشين على ساحل، والسكتش المسرحي كان أهم محور فيه الإنسان الواعي اللي بده ينقذ الأرض وبده ينقذ الأسماك وطبعا يحل هذه المشكلة. شاركنا بهي التجربة، طبعا كانت مشاركة حلوة كتير، طلعتنا من الجو التقليدي وصار في متعب العلم ومتعب الأداء، تعلمنا روح الفريق وكنا إيد واحدة، وتعلمنا المسؤولية وروح التعاون، وأدينا كل واحد واجبه وقسمنا الأعمال، وصار كمان فينا محبة وألفة وكلاتنا كنا إيد واحدة. بمسؤولية كبيرة شارك الطلاب بهذا الحدث واقترحوا حلولا لمواجهة التحديات اليومية التي يمكن أن تحدث فرقا ظاهرا في صحة كوكبنا، بهدف سامي منهم في رفع اسم بلدهم في أهم منصة عالمية وتحقيق هذا الإنجاز المميز لبلدهم سوريا.